ايش اكثر كعك بحبوه اهل البلد عندنا هون بالعيد؟ احنا اهل القدس هون، بعرف الدول الثانيه، احنا هون اهل القدس واهل فلسطين بحبوا الكعك بسميد، في لانه بسميد وفي بطحين وبجوز وبعجوه، واكثر شيء اللي بعجوه طبعا. وفي زهرة المدائن يتنافس صانعو الحلوى مع سيدات البيوت في صنع أفضل حلويات في رمضان وأفضل كعك في العيد. احنا في لنا بهار وسمن خصوصي. وهكذا تلبس القدس حلتها لتستعد لاستقبال العيد مليئة هذا العام بخير شهر رمضان المبارك الذي جاء محملاً بما يقارب المليوني زائر خلاله لهذه البقعة الصغيرة الخاصة من الأرض البلدة القديمة في مدينة القدس التي لا تتجاوز مساحتها الكيلومتر الواحد وتحمل تاريخاً ومقدسات تنبض بها قلوب العالم كله. هنالك الكثير من الأشخاص من جنوب أفريقيا جاءنا للاعتكاف في المسجد الأقصى ولدعم المسلمين لأنه لا يعجبنا ما يفعله اليهود بهم. هذه تجربة رائعة، رأينا كيف يعيش الناس هنا ورأينا كيف يعامل اليهود إخواننا وأخواتنا من المسلمين والمسلمات. شد الرحال إلى القدس في هذا العام كان من أراضي 48 والضفة والدول المجاورة ومن أماكن أخرى، الأمر الذي بدا جليا في شوارع المدينة. أنا جيت من رام الله، من خربة فلاح قضاء رام الله، جينا امبارح صلينا صلاة الجمعة والحمد لله رب العالمين، كانت الأمور ممتازة. وطبعا جيش الاحتلال طبعا في ضيق علينا ذا يكون. أنا فلسطيني بشتغل في السعودية وجيت هون بمناسبة عيد الفطر السعيد علشان أقضيه مع الأهل والإخوان. شوارع المدينة ستشتاق في كل لحظة إلى هذه الرفقة التي منحها إياها الشهر المبارك. أجواء خاصة شهدتها مدينة القدس في الشهر الفضيل هذا العام تميزت بازدياد كبير بعدد الزائرين للمدينة، الأمر الذي انعكس بدون شك على الأسواق المقدسية وعلى أجواء عيد الفطر في المدينة. ريما مصطفى، العربية، القدس المحتلة.